بطل البطارية من سامسونج جالكسي ام 51 والمراجعة السريعة اليوم للمواصفات. نبديكم بالتصميم الجهاز، طبعا الجهاز بالكامل مصمم من البولي كاربون، هو جودة الدرجة الأولى بالجودة من البلاستيك. أيضا الشاشة بحجم 6.8 إنش بدقة الفل اتش دي بلس من نوع السوبر أموليد، تدعم الاتش دي ار 10. طبعا شاشته هي سوبر أموليد بلس وهي نسخة مطورة من السوبر أموليد، تنطيك ألوان حقيقية أسود داكن وكلش راقع شاشته بالسطوع تقريبا بالألف نتس. الكاميرات الخلفية هي بدقة 64 ميجا بكسل أساسية، 13 للزاوية الواسعة الثانوية، والثالثة بدقة 5 ميجا بكسل للعمق الصور البورترية، والرابعة هي بدقة 2 ميجا بكسل للمايكرو تصوير الأجسام الصغيرة. الكاميرا الأمامية هي داخل الإطار الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية جدا مبهرة بالأداء وتنطيك صور سيلفي كلش حلوة. بالنسبة للبطارية فهي بحجم 7000 ملي أمبير، لذلك تلاحظ سمك الجهاز وضخامته، فتنطيك 3 أيام استخدام إذا كان استخدامك خفيف للجهاز، ويومين إذا كان استخدامك للواي فاي والمكالمات. طبعا مزود بالدولبي اتموس رغم انه سماعه واحده، الشحن السريع ال 25 واط، الباور ديليفري من سامسونج سوبر تشارج، وايضا منفذ لل 3.5، المايك العازل للضوضاء اثناء المكالمات، وايضا الاندرويد 10 والواجهه اليو اي 2.1. الجهاز يستحق الاقتناء، متوفر باللون الاسود وايضا باللون الابيض، وبضمان وكاله الوطني والوكالات الاربعه بالعراق هي الوطنيه وعين الفهد وايضا بي سي اي وجبال. تحياتنا لكم متابعينا، وانتظروا شكوى جديد من النيزك، والنيزك الاول دائما.